طيب خليني ابدا مع حضرتك يا استاذ جمال. وانا الحقيقه النهارده كنت بتكلم في قصه جدول الدوري العام المصري، لماذا لم يتم الاعلان او لماذا لم تتم قرعه جدول الدوري العام المصري حتى هذه اللحظه من وجهه نظرك؟ على الرغم من الموضوع بسيط، الم الناس، نعمل قرعه، الناس تبقى عارفه. وجهه نظري انه عدد المباريات او تقل المباريات بيفرق كتير مع المدير الفني. بدايه الدوري لما لعب الاهلي خلاف ليفربول، لما ليفربول يلعب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وارسنال وتوتنهام وتشيلسي، غير لما يلعب فرق تانية. طبعا فانا بشوف ان ليه، ايه اللي مأخر قرعه الدوري حتى هذه اللحظه؟ هو انا بتفق مع حضرتك انه الموسم اللي فات كان افضل نسبيا مع رابطه الانديه. نعم. واحنا بنتمنى لهم طبعا المزيد من التوفيق. مظبوط. وده اللي احنا عايزين نشوفه هذا الموسم، انه يبقى البدايه واضحه ومحدده، بدايه المسابقه ونهايه المسابقه، والتوقفات على ضوء الارتباطات الافريقيه والدوليه تبقى باينه من البدايه. وبتفق معاك برضو كابتن اسلام في ايه اللي معطل اجراء قرعه المسابقه. لان دي على الاقل كما يحدث كل موسم بتعلن، وممكن يكون المواعيد نفسها بيبقى خاضع للتغيير. اتمنى انه يكونوا هم بيحاولوا ان هم يضعوا جدول منتظم للمسابقه من البدايه، لان زي ما قلنا الانديه المصريه وبالذات النادي الاهلي عانى الكثير خلال المواسم الاخيره من عدم الانضباط وعدم انتظام المسابقه وتضارب هذه المسابقه اللي هي اساس الكره المصريه مع الارتباطات الافريقيه الاخرى. تمام. والعالميه. فبالتالي انا بتمنى ان يتم هذا في اقرب وقت ممكن، زي ما قلت حضرتك، لانه المدير الفني النهارده الانديه بتصرف كتير جدا على الاستعداد للموسم. ايوه. بالاتفاق مع مديرين فنيين وهكذا، فيجب ان يكون الصوره كلها واضحه من البدايه عشان المدرب يقدر يحط السيستم او النظام التدريبي والاحمال التدريبيه وفقا لهذا البرنامج. مظبوط. فنتمنى ان ده يتم في اقرب وقت.